استاذ احمد. يعني استاذ احمد اريد نعرف اليوم سبب غياب الرقابه على الاسواق العراقيه. سيدتي الكريمه، هذا واجب يعني وزاره الداخليه والامن الوطني عليها ان تشكل فرق يعني جواله لمتابعه الاسعار. هذا يعني حقيقه مختفي عن الواقع يعني الحال الواقع الحال. السبب الرئيسي عدم انا باعتقادي هو لا مبالاة يعني وزارة الداخلية بهذا الموضوع. هناك بعض يعني المفارز تخرج لكن لم يكن لديها تأثير ولا حتى نسبة 1%. زين، كل الدول عندها سيطرة على الأسواق يعني خلال شهر رمضان، إلا بالعراق نشوف الارتفاع معتمد خلال شهر رمضان، وإنه كل عام إنه يزيد هذا الارتفاع وإحنا متعودين عليه، لكن هذا العام يعني تأثر المواطن بارتفاع الدولار وارتفاع يعني المواد الغذائية قبل الشهر الفضيل. نعم. اليوم ليش يعني إحنا ما نصير مثل الدول، يعني حالنا حال بقية الدول اللي بشهر رمضان تخفض الأسعار؟ واجب الدولة هو السيطرة على كوكفة كنترول بالحكومة العراقية وكل الحكومات على كل شيء، حتى على الطيران لازم اكو كنترول. احنا هسه كل شيء ماكو، الطيران بيد الامريكان، المواد الغذائية بيد التاجر، والتاجر تابع للحزب، والحزب ما حد يقدر يحكي وياه، وبالتالي عملية انه انتم متحاسبين. يعني انت الخصم، انت الخصم وانت الحكم. يعني اليوم هذا التاجر مدعوم من الحزب الفلاني او الكتلة الفلانية، جاب المواد الغذائية، من يحاسبه اذا هو جايبها وصارف عليها فلوس؟ وشلون يحاسبونه؟ وبالتالي هذه العمليه تغطي لي واغطي لك عمليه مستمره. انا باعتقادي، اسف للتعبير، يعني شبه انعدام تام يعني لمؤسسات الدوله بالعراق في كل شيء. بحاله وين تلقين الدوله؟ اذا تدعمين واحد بالسياره تطبين بالسجن تشوفين الدوله هناك طبقا عليه كل القوانين. زين، شو سبب اليوم ما لهم اي دور؟ زين هم مو يستلمون رواتب وكل واحد قاعد للمنصب، ليش ما نشوف الا احنا قلنا يعني الارتماء في احضان الخارج رقم واحد، هذا نقطه اساسيه طبعا. وهذا الخارج هو ما يريد العراق يصير براسه خير، يعني ما يريد المواطن العراقي يعيش مثل هاي الدول الخليج او دول حتى هسه خلينا نقارن نفسنا حتى لو بالاردن. يعني عرفت شلون؟ يعني الاردن توفوا عندهم يعني مجموعه من المرضى المصابين بكورونا، تم إقالة الحكومة. احنا احترقت الأمة عندنا، ما حد قال أنا راح استقيل. يسموحنا بجيراننا، هسه مو احنا عندنا علاقات، مو انتم مسوين هسه حلف وياهم، هم سووا مثل ما سووا، قدموا استقالاتكم. برروا ذمتكم أمام رب العالمين. استاذ المشكلة يعني يبررون، يطلعون على وسائل الإعلام ويبررون. شو يبرر؟ شو يقول؟ يبررون للوزير إنه الخلل يعني مو من المستشفى، مو بالوزارة. ست أكو شيء حكينا، ست قلنا احنا نعيدها هسه بالعربي. اسم الهيكل التنظيمي لكل مؤسسه، في مؤسسات الدوله اكو هيكل تنظيمي يبدا من المدير الى اخر عامل الخدمه. هؤلاء جميعا مسؤولين تماما على كل شارده ووارده في هذه المؤسسه، اذا كانت وزاره واذا كانت مديريه واذا كانت مدرسه واذا كان اي شيء. اذا المسؤوليه على الجميع من راس الهرم، هو يتحمل المسؤوليه. والا ليش يعني وزير النقل الفرنسي قدم استقالته من صاعد المستدام بالقطار؟ هو شنو علاقه؟ هو سائق مال القطار؟ هو مو سائق مال القطار، لكنه هو شعر انه اكو تقصير وخلل من خلال يعني من خلال عدم متابعته لهذه المحطه او تلك المحطه، قدم استقالته بشرف، لان هذا الانسان يعني هو باعتقاده انه يجب ان يكون يحترم ذاته ويحترم شعبه ويحترم مهنته ويحترم شهادته ويقدم استقالته. احنا الان صراع على هذا المنصب، لا يمكن ولن يتحقق في العراق انه سوف تقوم حكومه بتقديم استقالتها، لو باحتجاجات شعبيه عارمه، ثوره عارمه، لو ماكو ما يطلع عمليه مستحيله، وبالتالي عمليه مستمره. نحن الحكومه يجب ان تعيد حساباتها في كل شيء، يجب ان تعيد حساباتها، اموال موجوده، بس عندي في الملاحظه اذا اطرحها عليك، انا هسه ذكرتها طبعا. نعم. موضوع سعر الصرف، حتى افند ما جيء به، وافند ما تم يعني اختزاله ويعني تمشيته على الشعب العراقي، لكنها لن يمر على المراقبين السياسيين والمراقبين الاستراتيجيين. الاموال اللي تم استحصالها من رفع سعر الصرف كان بالامكان نسوي عمليه كلش بسيطه بها خدمه متبادله. عندنا ملايين الموظفين الان بدون سكن، هو قاعد ويا اهله، هذا قاعد بالتجاوز، هو موظف. لو احنا موزعين قطع اراضي مقابل مبالغ ماليه، كان تكون القطعه ب 3 ملايين او 4 ملايين من كل موظف، كان حققنا مبالغ هائله. والاراضي ظالة ما حد قاعد بها، هذا معسكر رشيد هسه منو بيه؟
مو باقي بس للمكب مانوفايات في يعني قلب العاصمه بغداد. المواطن لو الموظف شو استفاد من هذا؟ هي الحكومه تقول لك اليوم الزراعيه يعني ما محسوبه ضمن الخارطه العمرانيه للمدينه، يعني اليوم ما نقدر احنا نوفر لهم خدمات، يعني هي تعتبر تجاوز. انت دوله والدوله تمتلك كل شيء، وكل شيء يعني بمعنى كل شيء، يعني تمتلك القرار الدوله بس يعني مسؤول، تمتلك القرار وتمتلك التشريع. ليش المده الثالثه يعني فسطت السلطات حتى البرلمان يشرع والحكومه تنفذ؟ هذا واقع الحال. الدين احنا الان هاي فقره واحده، انا جبت لك مثال فقره واحده، اذا الحكومه باعت هذه الاراضي اللي هي الان ما حد يدري بها، ما يدري بها وين، بغداد وكل محافظات العراق. نعم. سوف اولا نحل مشكله، شوفي ست، نحل مشكله السكن بعد، فعلت القطاع الخاص من خلال العمل، يعني اذا وزعت انا هسه مليون قطعه، ايش يحتاج لي؟ مليون خلفه، 5 ملايين عامل، واقع الحال ست، يجب يعني ان نتحدث بهذا الموضوع. شلون يبنيها استاذ احمد؟ يعني اليوم الاسعار كلها غاليه مال مواد البناء. سيدتي الكريمه، لدينا معمل اسمنت كبيسه، لدينا معمل اسمنت النجف، ولدينا كل شيء، وبالامكان ان نستورد خطوط انتاجيه لكل شيء، للطابوق وللحديد الصلب ولكل شيء وللسيراميك وكل شيء. زين، الا الماده القويه كلش ما نقدر نستوردها، ماكو مشكله عندنا نستوردها او نستغنى عنها. زين، هي اليوم غير الحكومه تسوي تسهيلات، ممكن تعطي قروض للعالم، ممكن اليوم تلغي فقره الكفيل، يوم نعم الناس ما عندها كفلاء. هو هذا اللي بدنا نقوله احنا. تقعد ما تقدر تاخذ القرض. هسه احنا ست، هم اجوا بهاي الفريه قالوا احنا الفلوس موجوده بالبيوت، انا راح اتحدث بهاي البساطه. الفلوس مخزونه بالبيوت، راح نطلعها من خلال رفع سعر الصرف، امنتوا بالله رحم الله والديكم، ارفع سعر الصرف من 119 الى 122 على راسي، ماكو مشكله. لكن تقفز بين 145 وهسه وصل 148، وبعد اسبوعين راح اطلع احتمالات راح يوصل لل 150. ست، راح اطلع وياك لقاء ثاني اذا بقينا طيبين. بعد العيد او قبل العيد راح يصل 160، ويجوز يوصل 170، ويوصل حتى 200. راح يصير بالعراق. مو تمام؟ طيب. احنا شو نقول لهم؟ يا اخوان هذه رؤيه اقتصاديه بسيطه، بسيطه جدا، انا هسه وفرت لك من خلال هذا الطرح اكثر من 5 ملايين فرصه عمل، فعلت بها القطاع الخاص، انت ما راح تدفع ولا فلوس، انت اراضي ظاله عندك يعني يلعب بها الهواء، تفضلت انت قلت ليش اكو مشاكل؟ طبعا اذا هذا المتزوج عنده 4 جهال قاعد ويا مرته، وكل ساعه عركه، طبعا يصير طلاق ويصير طلاق ويصير مشاكل، وهي راضيه وهي زعلانه وهي رايحه لاهلها وهي مدري وين. احنا يجب ان نتحدث بواقعيه، احنا الان عندنا شغلتين، الامن الغذائي والامن الاقتصادي والامن السكني، هذن هنا اساس بناء البلد. نرجع مره ثانيه، بناء الصحه، بناء التربيه والتعليم، هن هذن يبنين البلد. هو ايش عنده البلد؟ هسه انا عندي 7 أو 8 وزارات، لو انا رئيس وزراء كلهن الغيهن وادمج بهم بقيه الوزارات، هم اخلص من الترهل وافعل هذا الموظف. احنا ما نحكي عن الموظف صراحه، الموظف انت لو تطيع عمل يشتغل، بس اذا انت ما موفر له كل شيء، طبعا يقعد يسكت، شو يسوي لحد؟ 10 عنده 10 وزارات الان ما لها دور، ما لها معنى، الزراعه، الصناعه، التجاره، الثقافه، الرياضه، الري، البيئه، هذول ما لهم دور بالمجتمع، العلوم والتكنولوجيا، هذول ما لهم دور. استاذ اليوم اكو وزارات اصلا عندها فائض بالموظفين، ماكو منهم اي فائده. احسنتي. وبالتالي هاي الوزارات اذا ما تم تفعيلها بشكل صحيح، اكو عندنا كفاءات بكل الاختصاصات، هاي الوزارات، كل الوزارات فيها كفاءات واختصاصات، افعل دورها. افعل دورها بطريقه او باخرى حتى اجعل هذه الوزاره يعني مستثمره ودر مبالغ على الدوله العراقيه وعلى خزينه الدوله، عكس ما هسه احنا شو نسوي؟ نجمعهم منا نعطيهم منا وراحهم منا كل شيء ماكو. وزاره الصناعه على سبيل المثال، نعم، مثال بسيط، عندك معمل طابوق الصويره ب 6000 عام، من 2003 لحد اليوم ما انتج له طابوقه واحده، الطابوقه سعرها يمكن حدود ال 200 300 دينار. لو طابوقه واحده صانعين هم كان سوينا تمثال هاي الطابوقه وسويناها مزار نزوره مثل ما نزور مصر يعني واحدة. مع الاسف. زين شنو السبب يعني تعصيله؟ ست، غياب الرؤيه الاقتصاديه، هذا كلام خطير، نعم قد سائل عليه. غياب الرؤيه الاقتصاديه وارتماء باحضان الخارج، هاي النتيجه. هسه اللي يقبل يقبل. واللي ما يقبل مشكلته، اكو عندنا هنا بساحه التحرير حايط كونكريت القى راسه بيه. هذا واقع الحال. مع الاسف. ما يدلون الكونكريت انا ادليهم. زين لو لا شوف لي كونكريت سي 35 سي 48 يقع راسه بي، لان هو هذا واقع الحاسد. هذا واقع الحال. نعم. نحن نسير الى المجهول. لا اكو تخطيط، لا اكو رؤيه، لا اكو يعني ما ممكن يعني حقيقه لا يمكن الدوله تسير بهذا الاتجاه. كل شيء فوضوي، كل شيء
يعني ما مفهوم. زين استاذ احمد اليوم وين دور وزاره التجاره؟ يعني الوعده انه توزع 8 مواد او 9 للمواطنين، مش هاي الوزاره بالمفاجاه لو غيرها؟ هذه الوزاره بالمفاجاه لو غيرها؟ هو نفسه قال راح افاجئ الشعب العراقي. وين المفاجاه؟ والله بصدق تفاجئنا انه بلا بعي ولا مسحتك شيء ما كنا مو مسحه. لا زين اليوم وزاره العمل يعني ليش بدها تعطي مثلا رواتب رعايه المواطنين اليوم؟ ليش يعني بدها تشمل اللي وزاره العمل اصلا تشملهم برواتب رعايه، والناس الفقره المتعففه يجوا للبيت يقول له والله شنو عندك بلازمة، وهو قاعد بتجاوز، قاعد بهيكل، لو قاعد اصلا سقف ماكو على راسه يقول له شنو والله عندك بلازمة. وناس تجار اليوم بيوتهم اخر موديل، وتشوف الاثاث اخر موديل، اذا ينطوه يعني راتب رعايه واعانه. شريت وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه وزاره ليس منتجه، ويفترض ووفق القانون طبعا كل هذه الوزارات وكل الشركات العامله بالعراق يعني موضوع الضمان الاجتماعي يتم وضع هذه الاموال بهذا الصندوق، وهي الوزاره عليها عاتق واحد هي تبحث وتستقصي من هم المستحقين، وهذا موضوع اخر يعني يتبع به الحلال يتبع به الحرام يتبع به المستحق ويتبع به ما مستحق. نعم نعم، وايضا يتبع به الفساد المالي. انا هسه تفاجئت بالسيد الوزير، مو هذا اللي قبله، يقول تفاجئت ان انا عندي اعضاء برلمان وحتى وزراء مقدمين على الرعايه الاجتماعيه. والله شوف شوف هذا سهل، هذا واحد من يحكي والله يعني واحد من يخلي يعني شويه الانسان ما يخلي احترام نفسه، الناس ما تحترمه. يعني اذا انت وزير يكفي فمن حقه انه يقدم على الرعايه ويستلم. يعني وزير، انا طبعا هذا الكلام مو انا قلته، السيد الوزير السابق يقول انا تفاجئت بعد ما سويت عمليه سيرش، بعد ما سويت عمليه بحث لقيت مدراء عامين ووزراء وحتى نواب مقدمين على هاي الرعايه الاجتماعيه. زين يعني هو بصراحه يعني بصراحه هذا الموضوع يعني واحد الانسان يعني يخلي عنده فد كرامه لنفسه. يعني انت اذا ما مستحق ليش تقدم؟ هسه عفك من الحلال والحرام، هسه اذا نحسب الحلال والحرام يقول لك هذا يحسب الدين ويدعو الى تدين الدوله انه تلاس علينا. هسه خلينا بهذا الاتجاه، هسه انت خلي كرامه لنفسك. والله يا ابا انا هسه ما اعرف، احنا والله ما اعرف حقيقه. يعني الانسان اذا ما عنده كرامه طبعا الناس ما تحترمه. الانسان اذا ما يسمع كرامه، والله احمد ما يشبعون من البوق وفلوس الحرام الظاهر مو صحيح بعينهم. وبالتالي يجب ان يكون هناك تغيير في كل شيء، تغيير بالرؤيه. والله صدقيني انا لست ضد احد، ولا لست ضد حزب، ولا مع حزب، ولا ان اكون، لكن يقول يابا احنا عندنا عقل، عندنا رؤيه اقتصاديه، عندنا رؤيه سياسيه، مشوا بها البلد حتى الناس ترحم لكم. نعم. مو هسه تشوفون البرلمانيين اللي يموتون وهذا جاي الوباء، وبالمناسبه يقول لك باكر عقبه تدخل النسخه الثالثه، النسخه الهنديه للعراق، وخير من الله. العافيه علينا. ايه. طبت لي الناصريه يقول لك. جاي واحد من الهند زياره ودخلت لي الناصريه النسخه نعم. الثالثه من الوباء. زين شلون والله هسه احنا يعني انتشرت كارثه اليوم. هسه النوب هسه انا المتحدث. بعد ما اروح للمستشفى هسه ما ادري منو يجي، ليه اروح؟ معناها راح احترق او اموت، فما اروح. وراح اثقف انا بالنسبه اثقف عائلتي، اقول لا احد يروح للمستشفى، لان المستشفى اصبح يعني موت مجاني ويوزع في كل الصباح وفي كل المساء. يعني قبل الناس استاذ احمد تروح للمستشفى تاخذ وياها ترمس شاي، بطانيه، مي، لو فواكه، هاي الشغلات اللي تحتاجها، هسه لازم من تروح للمستشفى تاخذ اطفاء وياك، يعني احتمال باي ساعه تحترق المستشفى. احسنتي، مو بس اطفاء، لازم ياخذ وياها جفن وتابوت. هو هم هيجي الحقيقه اصبح هذا مو وطن، مع الاسف هذا اصبح تابوت، هذا مو وطن. الوطن الذي لا يحفظ كرامه الانسان ليس بوطن، والحكومه التي لا تحفظ كرامه المواطن ليس قابله للبقاء، والبرلمان الذي لا يستطيع ان يقف بوجه الفاسدين ليس لا يستحق ان يكون يمثل الشعب العراقي. البرلمان ليس مكان للفاسدين، البرلمان للشرفاء. نعم. الله يعين الشعب على هاي الكارثه. اي والله الله يعيننا. والله على الكوارث اللي جايه ومقبل عليها العراق. استاذ احمد المياح شكرا جزيلا لانضمامك اليوم ويانا في برنامج المعتمد، تحياتنا لك. شكرا جزيلا لكم، واعتذر من جنابك الكريم ومن الجمهور المشاهدين الحقيقه، لان انا حقيقه منفعل بعض الشيء لان اتحدث بواقعيه ومتألم. لا بالعكس، جدا انت حضرتك صريح جدا. صدقيني شاهدت مشاهدات يندى لها الجبين. نعم. واحدة من هذه المشاهدات تكفي لإقالة الحكومة. نعم، شكرا لك استاذ احمد.